واحد طويل هنزل رودي فولر وناس وتريمي كالعادة هو اللي بيعمل الكورنر ناحية الشمال ومدي الركيز في الانذار لانه قال له ابعد 10 ياردات. كل ده تضيع وقت طبعا ارجنتين غلبة 2-1 ويهمه اربي فيلو ان الجيم يمشي كتير كله ياخد حقه وتريمي الكرة العالية وتتحط جول يا رودي فولر. رودي فولر مش ممكن يا ده سحر يا جماعة. الماتش ده مش ممكن 2-0 الأرجنتين وبعدين رومينيجا يجيب الجول الأول وفي وقت كلنا أو يعني شايفين الماتش ما يعني لصالح الأرجنتين يتحول الماتش بكرة رومينيجا ونفس اللعبة تقريبا بس المرة دي على العالي ومن كرة ثابتة لسه بقول لكم أهو كورنر تاني نفس الكورنر كورنر يجيب رودي فولر اللي بقول لكم إن الراجل ده غاوي كورة من صغره يجيب الجول الثاني بدماغه اللي فاتت رومينيجا خدها ثاني نقلة على الأرض دي خدها ثاني نقلة على العالي رودي فولر اللي نزله بيكن باور. سبحان الله يعني 2-0 كان الكاس في إيدهم وخلاص 2-2 إيه اللي هيحصل؟ نتوقع أي شيء دلوقتي. رودي فولر نادي بريمين المرتب بتاعه 600,000 مارك سنوي وادي إنريك إنريك هيكتور عندما هاند بول طبعا الكوب هاند بول وباتيستا